اولا كانت مرافعتي، كانت مرافعه الاطراف المدنيه جميعا، وكانت كلها تهدف الى ابراز الضرر الذي لحق بالضحايا وعائلتهم، في حين تركزت مدخلة السيد الوكيل العام على إبراز العناصر التكوينية للأفعال الإجرامية الخطيرة، حيث نعت المتهمين بأبشع النعوت وهي نعوت تصدق عليهم، والتمس في الأخير الحكم عليهم وفق فصول المتابعة التي ستؤدي إن شاء الله إلى الإعدام. إنه اعترف أو التمس للجميع الإعدام، لأن الكل متابع بفصول تؤدي إلى الإعدام، وإنما أكد السيد الوكيل العام على أن شخص اقترفها فعلا وشخص اعترف بها نظريا أمام المحكمة، ويجب أن يناله نفس الجزاء. أنا قلت بأنه الآية التي ذكرت فهي سدت باب المغفرة للمتهم الذي يقتل نفسا مؤمنة عمدا، فإنه مصيره جهنم ومصيره عذابا، وصف الله سبحانه وتعالى بالعذاب العظيم، لأنه الله وحده يعرف درجة هذا العقاب. وبالتالي على أن باب التوبة أغلق في وجه من أزهق روح مؤمن متعمدا. واستحضرت جريمته السابقة، أنا لم أسمع جرائم كثيرة، وإنما قيل أن هناك جريمة أولى التي اقترفها وتم تكييفها على أنها حادثة سير فهي جريمة قتل، وأكد أن صورا تؤكد ذلك والذي يتوفر عليها، أنا لا علم لي بها. وبالتالي هو أنه شدد على خطورة المتهم الرئيسي، وهو الأمر الذي شددنا عليه نحن كذلك، وبأن شخص ربما أنه ولد وترعرع ليكون بهذا الشكل وبهذه الخطورة. هذا ما ذهبت إليه النيابة العامة، وهذا ما تعكسه وثائق الملف. وفي الأسبوع المقبل ننتظر ما ستجود به قريحة دفاع المتهمين، وما هي الوسائل الخارقة، ومن أين ستأتي لدحض التهمة وإبعادها عنهم. لا أظن أنهم سيوفقون في ذلك. أولا هناك اتفاق في وسائل الإثبات الرسمية للجرائم، لكن هناك اختلاف في أمور غير مؤثرة في إثبات الجرم، وبالتالي هي لا قيمة لها في تكوين قناعة المحكمة التي اقتنعت. وأكد كذلك سيد الوكيل العام على أن هناك إثباتا علميا بالصورة، وبأن الشريط لم يبقى شريطا مصورا، وإنما أصبح حجة دامغة تدين المتهمين وتوضح ما اقترفه كل واحد منهم. عقوبة الإعدام وردة وفق ما التمست النيابة العامة وفق متابعة قضية التحقيق، إلا إذا ظهر للمحكمة شيء عكس ما يراه سيد الوكيل العام وعكس ما يراه دفاع الضحية المرحوم، وربما أنه طيات الملف لم نترك أي واقعة لم نتطرق إليها، وصعب كما قلت صعب على دفاع المتهمين أن يثبت على أنه ارتكبت هذه الجريمة دون ظروف تشديد، دون قصد ودون سرقة، لأن الكل يعترف بذلك. وربما المحكمة حسب اعتقادي ستمنح الحكم بالإعدام، قد تستثني بعض المتهمين الذين لم يظهروا بنفس الخطورة التي ظهر بها المتهم الرئيسي وظهر بها باقي المتهمين، باستثناء واحد منهم الذي ربما كان صادقا ولم يقترف حسب رأيي، ولم تكن له النية منذ البداية، بل حضر خطأ، ولكن المحكمة هي التي ستقيم الحجج والتي تصدر الحكم، ومهما كان حكمها فأنا يقبل الاستئناف من كل من ظهر إليه أنه لم يصادف الصواب.